You're saying yes. Yes, I am. دخل الديمقراطيون موسم الانتخابات بالتأكيد على حق النساء بالإجهاض لو أردنا ذلك. وتكشف الدعايات الانتخابية للمرشحين الديمقراطيين في بنسلفانيا مركزية هذه الرسالة. تبدو الولايات المتحدة للوهلة الأولى وكأنها منقسمة حول قضية الإجهاض. معارضو الإجهاض يتجمعون أمام عيادة في بيتسبرغ لإقناع النساء بعدم طلب الإجهاض، وهم في الإجمال يؤيدون الجمهوريين. لكن الحقيقة تبدو مختلفة تماما عندما نتحدث إلى جمهوري وزوجته في إحدى مدن بنسلفانيا الصغيرة. أعتقد لو كانت هناك ضرورة طبية وسبب قاهر يجب أن يتم ذلك بين الطبيب والمرأة، هذا قرارهم. أوافق، أكره أن أتحدث إلى الحكومة عن حوار بيني وبين الطبيب. لا يختلف هذا التعليق عن ما يمكن أن تقوله فتاة أمريكية تميل أكثر إلى أفكار الديمقراطيين وربما تصوت لهم بعد أيام. يجب أن ننظر للأمر على أنه مسألة صحية. أمام إحدى عيادات بلانت بارنتهود في هاريسبرغ كان من اللافت أن هذا الرجل الذي قدم نفسه على أنه مبشر في كنيسة بروتستانتية لم يتحدث عن الرفض المطلق للإجهاض، بل بدأ وكأنه يتجاوب مع موقف الديمقراطيين. يقومون بذلك للتفرقة بيننا، البعض مؤيد للإجهاض والآخرون غير معارضين، ويستمرون في دفع الأمور وجذبها، ويجب أن نتوقف عن ذلك. أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى أن الديمقراطيين حسنوا من شعبيتهم من خلال دعمهم حقوق النساء في الإجهاض. ومن تقدم لصالح الجمهوريين بداية الصيف يشير مجموع الإحصاءات إلى تقدم الديمقراطيين بواقع 45% مقابل 44% للجمهوريين. تحولت قضية الإجهاض إلى رسالة مركزية للحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات، ويبدو أن هذه الرسالة تلقى تجاوباً لدى الناخبين الأمريكيين. هذه التظاهرات معبرة جداً، لكنها لا تبدو على أنها سوف يكون لها تأثير كبير لصالح الجمهوريين. في رغنم الحدث من بيتسبرغ.